اولا شكرا على الاستضافه الاعلاميه ديالكم. كيف ما كتشوفوا معنا الحمد لله تمكنا من افتتاح المهرجان يوم الجمعه على 10 صباحا، مر باجواء مميزه جدا بالجماهير، والحمد لله احنا كنحمد الله على هذا الشيء اللي رحنا فيه دابا، وكنضموا النسخه الثالثه من المهرجان. الحمد لله هذا الشيء كله بفضل السيد رئيس الجمعيه والاخوان جنود الخط كامل اللي كيخدموا وكيسهروا على هذا الشيء. وكنقدم السلام عليكم كنتمنى تسخير الجميع المقدمين الله يسخر ليهم، وكنتمنى التوفيق للصباح المقدم حامد سعيد الله يسخر وجود التسخير الوصايا المدنيه للهلال الاحمر المغربي على حرصهم معنا على انجاح هذا المهرجان. شكرا. وفي خطر فرات مكناسه الغربيه، شنو ممكن تقول لنا على هذه الاجواء اللي كتعيشوا؟ هذه الخطره الاولى انا حضرنا مزيان، ومادام اول مره كيفاش جاك المهرجان؟ مزيان. شنو اللي عجبك فيه؟ مزيان. كل شيء مزيان. مزيان كل شيء مزيان. يعني كاين التنظيم، كاين الصربات الخيل، كاين الفولكلور، كاين كل شيء. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. منين انت منين؟ انا اسكن في تازا من العروب، مازال الكفر الخارج منين؟ الكفر الخارج. الله يرحمك انت من الجاليه ديالنا. الجاليه مرحبا. مرحبا بك مرحبا بك، ومن خلالك الجاليه المغربيه في الخارج. هذا الصربات اللي كيجري كي جاوك؟ مزيان الحمد لله. شكرا لك بزاف. الله يعاونك. امانه كاينه، الاستقبال كاين، وكل شيء مزيان في هذا المهرجان. شنو اللي عجبك الشريف في هذا المهرجان هذا في هذه النسخه؟ كل شيء ما كيشدوني. الدنيا ما كاين. كاين الفراجة، كاين الشيرات، كاين الخيل، كاين كل شيء. انت منين الحاج؟ اه؟ انت منين البلاصة؟ انا؟ اه. ايوا دابا فين انا؟ واخا ما فيها باس. انت من مكناسة؟ انا المرزوقة. من المرزوقة جيت تتفرج هنا يعني. يعني مولو انت بهاد المهرجانات في كل مناسبة في ما كتكون شي نسخة هنا كتحضر؟ كنحضر دائما. مزيان. هنا غير للحد. ان شاء الله الى بقينا في الحياه. ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله. شكرا لك اسيد الحاج.